جاء هذا تنظيم هذا الملتقى لإبراز يعني في سياق النقاشات الحالية حول الإصلاحات الاقتصادية وتعديل مجموعة من القوانين، ابتداء من تعديل القانون التجاري مرورا بتعديل قانون الاستثمار اللي راهو محل عرض على البرلمان. فالموثق له دور كبير ودور أساسي وبارز في المساهمة في الإقلاع الاقتصادي، في إنجاح العملية الاستثمارية من خلال أولا مرافقة المستثمر. فالموثق هو حليف للمستثمر، لأنه هو الذي يقدم خبراته عبر 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 إعطاء الآليات والقيام بالآليات التي تحقق الاستثمار من خلال إنشاء الشركات، ضمان تحرير التأمينات العينية والشخصية المتعلقة بالقروض، إنشاء النشاطات، الشراكات، الاتفاقيات، كلها تمر عبر تحرير عقود توثيقية. كذلك الموثق هو عبارة عن خبير في مجال الاستثمار وفي مجال الأعمال، فهو الذي يقدم الاستشارات والمرافقة للمستثمرين. ونأكد لكم بأن التوثيق يزخر بموثقين أكفاء لهم خبرة طويلة وكبيرة، باعتبار أن الموثق هو المحرر الوحيد لعقود الشركات في الجزائر. أما من ناحية القيمة أو الدور أو القيمة المضافة للعقد التوثيقي أو للرسمية كما نسميها نحن، فالرسمية تضمن قوة الإثبات. فالعقد التوثيقي ما دام مضى الأطراف ومضى الموثق يعتبر ثابت بدون منازع، أولا من ناحية قوة الإثبات. من ناحية قوة التنفيذ، العقد التوثيقي قابل للتنفيذ والنفاذ في كافة التراب الوطني، وإضافة إلى ذلك إذا كان موضوع العقد هو إذا كان العقد فيه شروط توفر فيه شروط سن تنفيذي، أصبح بالإمكانية أن الموثق يسلم نسخة تنفيذية تنفذ مباشرة دون لجوء القضاء. فمن ناحية ضمان كذلك من ضمان المراكز القانونية. فالعقد التوثيقي بهذه القوة وبهذه الصفة يضمن ثبات المراكز القانونية للأطراف ويمنع كذلك نشوب نزاعات بين الأطراف.